الوسطية والاعتدال في المجتمع الكويتي. عقدت ندوة بمقر اتحاد الطلبة الكويتي في جمهورية مصر العربية بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع. تم مناقشة عدة محاور عن مفهوم الوسطية بمشاركة متميزة من أبناء طلبة دولة الكويت، وفيها تم مناقشة حرية التعبير عن الرأي وفق أسس ديمقراطية سليمة. من المهم أن نكون ونتعايش بطريقة سلمية وبطريقة حضارية، وهذا ما أردت أن أوصل لهم. وتكلمنا عن الإنجازات التي قمنا بها في وزارة الأوقاف لتحقيق مثل هذه الغايات المرجوة، وبكل تأكيد طلبنا من أبنائنا الطلبة أن يلتزموا في قانون الدولة، قانون جمهورية مصر العربية، وأن يكون هناك التزام في كل الأبجديات المعروف بها لكل مقيم. حرصنا على الفكر، أن الفكر يكون وسليم ويكون وسطي في الأمور، والوسطية مثل ما ذكرنا هي منهج وفكر وليست فقط هي تصرف أو سلوك معين. لذلك حرصنا عرض هذه الأمور أمام الطلبة، وحرصنا يعني بشكل كبير جدا أن نفتح الباب للمناقشة وما تكون في خطوط حمراء بيننا وبين الطلبة، نفتح المجال. وكانت المناقشة لله الحمد جميلة جدا، وعرضنا عدة أمور، وإن شاء الله يعني راح تكون في لقاءات أخرى مع الطلبة سواء كان في اتحاد الطلبة أو مكتب ثقافي أو في أي مكان آخر. وفي ظل ما يحيط بعالمنا العربي من أفكار متطرفة، تناولت الندوة فكرة قبول الآخر بأفكاره ومعتقداته في إطار من القانون والبعد تماما عن سياسة الإقصاء، كما عرض الصانع تجارب وزارة الأوقاف في محاربة الفكر المتطرف. يجب علينا أن لا نقصي الآخر، وأن يكون الفكر هو الفكر الوسطي أيا كان، سواء كان فكر اجتماعي أو فكر ديني أو أي فكر آخر. لطالما نحن نمارس هذا الاعتقاد وهذه الأفكار حسب نصوص القانون، وأن لا نقفز على تطبيق القانون، وتكون المسألة مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة في الاعتدال. وفي ختام الندوة قدم أعضاء الهيئة الإدارية باتحاد الطلبة الكويتي درع الاتحاد إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع. الاستفادة من الندوة كانت بخصوص الوسطية والاعتدال في المجتمع الكويتي، أيا كانت الوسطية سواء فكرية أو دينية أو حتى قبلية، هي تحاول حل مشكلة التطرف الحالي المتواجد واللي قاعد ينتجر في المنطقة كلها. موضوع الندوة اليوم، موضوع الوسطية في المجتمع الكويتي، كان موضوع جدا رائع ولا بد أن ينتشر بين المجتمع الكويتي كافة. والله يعطيهم ألف عافية على هذه الندوة، على حرصهم على اهتمامهم بالطلبة. وأحب أشكر أخواني الهيئة الإدارية على استضافتهم معالي الوزير والدكتور شايع الشايع. لا شك أن التواصل مع أبناء طلبة دولة الكويت في كل مكان في العالم يتيح الفرصة لبناء جيل مثقف قادر على التأثير في مجتمعه، ليكون حائط الصد أمام الأفكار الهدامة والمتطرفة. كريم فتحي، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.